الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكدت اللجنة المالية النيابية اتخاذ البنك المركزي قراراً يقضي بإلغاء نافذة بيع العملة، مشيرة إلى ضرورة القيام بخطوات تسبق تنفيذ هذا القرار. وقالت اللجنة المالية إن قرار إلغاء بيع نافذة وشراء العملة الأجنبية في عام 2024 مرتبط باعتماد المصارف الأهلية على المراسلة مع البنوك الدولية وطريقة تحويل العملة، وهي المشكلة القائمة حالياً لأن المصارف العراقية غير معتمدة في خارج البلاد. نفى مختصون في الاقتصاد عن وجود أي جدوى إنشاء العراق لمجتمع للبتروكيماويات وتكرير في مصر. وقال المختصون إن العراق يدرس فكرة إنشاء مجمع للبتروكيماويات والمصافي في العين السخنة بمصر، وأن هذه الخطة متقادمة جدا، مشيرين إلى ضرورة تطوير الاقتصاد العراقي أولا وتنويعه وتوفير فرص عمل عديدة للمواطنين، مضيفين أن هذا يمكن أن يحدث فقط إذا كان البلد يمتلك صندوقا سياديا يستثمر من خلاله بعض الأصول في الصناعات النفطية خارج البلاد. حذر باحثون اقتصاديون من أن عجز الموازنة العامة في العراق سيتحول إلى كارثة إذا انخفضت أسعار النفط، رغم مزاعم الحكومة بشأن أنه عجز مخطط له. وأضاف الباحثون أن اقتصاد العراق ريعي ويعتمد بالدرجة الأساسية على واردات النفط، وأن الأوضاع الاقتصادية للبلد لا تجعله متمكنا من تطبيق موازنة ثلاثية، ولذا فإن ارتفاع نسبة عجز الموازنة سيستنزف موارد الدولة المالية ويقيد الفرص المتاحة للتنمية المستدامة ويعرض البلد لأزمة مديونية يصعب التخلص منها. ويشدد الخبراء على أن صراع الأحزاب السياسية وتنافسها على تحقيق المكاسب المالية من الموازنة يعد سببا رئيسا لتأخر إقرار الموازنة في البرلمان. رجح موقع أويل برايس المعني بشؤون الطاقة استئناف تصدير نفط كردستان العراق عبر أنابيب جيهان التركي نهاية شهر نيسان الحالي. وذكر التقرير الموقع البريطاني أن إبقاء حكومة السودان الحظر الذي تفرضه على صادرات النفط من كردستان العراق هدفه تقويض كيان إربيل ومنعها من الحصول على كل وارداتها. وأضاف التقرير أن العراق تعرض لخسارة كبيرة بلغت أكثر من 14 مليار دولار من جراء إيقاف تصدير نفط كردستان العراق. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن صادرات العراق النفطية لأمريكا جاءت في المرتبة الثانية بعد كندا، حيث بلغت 308,000 برميل يومياً الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 166,000 برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 142,000 برميل يومياً. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.